السلام عليكم، أحييكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده. رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعتذر عن مهمة لتشكيل الحكومة. ونيابة عن 47 دولة، بيان ألماني يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. أحييكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية التهنئة لفخامة الرئيس قربان قولي بردي محمد ووف رئيس تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية التهنئة لفخامة الرئيس قربان قولي بردي محمد ووف رئيس تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. أوضحت المديرية العامة للجوازات عددا من الضوابط والشروط ذات الصلة بإصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة الخاصة بها. أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، أكدت الجوازات أن خدمة إرسال الطلبات متاحة عن طريق منصة أبشر أفراد للخدمات الإلكترونية، وأن إصدار التصاريح لهذه الفئات يتم من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات وفقا للضوابط والشروط المشار إليها. أكد نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي أن المملكة تعد من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية في العالم، مشددا على أن المملكة لم تميز في مساعداتها ضد أي جهة أو شخص على أسس سياسية أو عرقية أو دينية، حيث قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار كمساعدات إنسانية استفادت منها 81 دولة. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الاجتماع الوزاري الذي نظمته الولايات المتحدة حول الاحتياجات الإنسانية العالمية مع أكبر 10 مانحين في العالم للمساعدات، وذلك على هامش أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ولفت منزلاوي النظر إلى أن المملكة كرئيسة لمجموعة العشرين نسقت الجهود الدولية من خلال عقد اجتماع في مارس الماضي لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا وتقليل آثارها الإنسانية والاقتصادية، حيث تعهدت برصد 500 مليون دولار لمكافحة الوباء ومعالجة آثاره. وأضاف المملكة منذ نشوئها كانت تقدم القروض بسخاء وتمنح المساعدات الإنسانية، كما كانت دائما داعما قويا للدول التي تمر بضائقة، وذلك انطلاقا من دورها كلاعب رئيسي على الساحة العالمية وفاعل رئيسي في قلب العالم الإسلامي. وأفاد أن العديد من الدول النامية تستفيد من مساعدات المملكة من خلال جهات حكومية على رأسها الصندوق السعودي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مجددا التأكيد على دور المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وتعهدها بمكافحة الفقر حول العالم. في آخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 461 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 332,290 حالة.
فيما سجلت 769 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 316405 حالات، كما سجلت 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4655 حالة. حذرت منظمة الصحة العالمية من وصول ضحايا فيروس كورونا إلى 2 مليون وفاة، مع قرب بلوغ الحصيلة الإجمالية لوفيات الفيروس حول العالم 1 مليون حالة. حذرت منظمة الصحة العالمية من بلوغ حصيلة وفيات كوفيد-19 إلى 2 مليون وفاة في حال عدم القيام بكل ما يلزم من احتياطات، ليكون الفيروس هو الوباء الأكثر فتكاً مقارنة بفيروسات معاصرة أخرى، رغم أن الضحايا حتى الآن أقل عدداً بكثير من ضحايا الإنفلونزا الإسبانية التي اجتاحت العالم قبل قرن. واعتبرت منظمة الصحة الدولية أن احتمالات بلوغ الحصيلة 2 مليون غير مستبعدة إن لم تنسق الدول والأفراد جهود التصدي للأزمة، حيث أظهر أحدث إحصاء أن 32 مليون وأكثر من 765 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 993463 شخصاً. وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، حيث لا زالت الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المتضررة مسجلة 7 ملايين وأكثر من 244 ألف إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 208440 شخصاً. وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة 5 ملايين وأكثر من 903 ألف حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 93410 أشخاص، بينما تحل البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين عالميا مسجلة 4 ملايين وأكثر من 692 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 140709 أشخاص، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة. وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت 1 مليون وأكثر من 136 ألف إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 20056 شخصا. قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن دول العالم يجب أن تفعل كل ما بوسعها لمعرفة منشأ مرض كوفيد-19 في تصريحات قد تؤدي إلى تصاعد التوتر بين بلاده والصين. وأضاف خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إجراء تحقيق لتتبع جذور فيروس كورونا سوف يقلل خطر تفشي جائحة عالمية أخرى. وتسببت تصريحات موريسون وتعليقات مشابهة أدلى بها هذا العام في تويتر العلاقات بين أستراليا والصين. من جهته حذر سفير بكين من أن دعوات إجراء تحقيق قد تؤدي إلى تدهور العلاقات التجارية بين البلدين، وتفرض الصين عقوبات تجارية على أستراليا منذ ذلك الحين. يوصي الأطباء دائما مصابي كورونا وأيضا غير المصابين بتناول فيتامين الزنك لمكافحة الفيروس وأيضا للوقاية منه.
مستمرون معكم في هذه النشرة، ولكن بعد هذا الفاصل. أحييكم من جديد. احتفالات وفعاليات متواصلة ابتهاجا باليوم الوطني 90 عاشتها منطقة القصيم بمختلف المواقع والميادين في عموم المنطقة. للاطلاع على الأجواء هناك ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية الزميل علي العطينان. مساء الخير علي، لتوصف لنا الأجواء لديك وأطلعنا على الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا. نعم، مساء الخير منى، تحية لك وللمتابع الكريم. بكل تأكيد أن الاحتفالات هنا في منطقة القصيم لا تزال متواصلة احتفاء باليوم الوطني 90 للمملكة في عموم طبعا مدن وأيضا محافظات منطقة القصيم، في الميادين العامة، في المتنزهات، في المراكز الحضارية، في أيضا حتى المجمعات اللي نظمت العديد من الفعاليات للزوار وأيضا رواد تلك المراكز. نتواجد في واحدة من الفعاليات هنا في مدينة بريدة التي نظمت وأيضا أقامت احتفاء واحتفال باليوم الوطني 90 في طبعا أجواء مليئة بالانتماء وأيضا الولاء والفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته. حول هذه الفعالية أرحب بضيفنا الكريم الأستاذ ماجد بن ناصر العمري المشرف وأيضا منظم الفعالية. حياك الله أستاذ ماجد، يعطيك العافية. يعني لو أطلعت المتابع الكريم على الفعالية، إيش اللي قدمتوه في هذه الفعالية بهذه المناسبة الغالية؟ في البداية أهنئ خادم الحرمين في اليوم الوطني وسمو ولي عهد الأمين، وانطلاقا من واجبنا الوطني أقمنا هذه الاحتفالية لمدتها 5 أيام من يوم الثلاثاء، وتنتهي هذا اليوم تستهدف الأسرة والأطفال وتقدم التجارب السعودية والمواهب الشابة في تجربة متنوعة تغرس لدى الأطفال والأجيال حب الوطن والابتهاج بهذه الذكرى الغالية علينا جميعا. يعني أستاذ ماجد، لو طلعتنا على برامج الفعاليات اللي قدمتوها للزوار، للرواد، لأهالي المنطقة اللي تواجدوا داخل الفعالية. في الفعالية يتضمن معرض ومرسم الفن لعدد من أكثر من 10 من الفنانين والفنانات والخطاطين من مبدعي منطقة القصيم ومدينة بريدة، حتى أن عدد من اللوحات رسموها في هذه الفعالية، وتكتمل هذا اليوم في لوحات وطنية وإبداعية. وتشجيعا منا لهم حرصنا على مشاركتهم واقتناء وشراء عدد من هذه اللوحات الوطنية التي اكتملت، إضافة لفرقة للأطفال وعروض وهدايا للزوار واستوديو بخلفية وطنية يحتفظ فيها الطفل والأسرة بصور تبقى في ذاكرتهم، إضافة لجدارية ليكتبوا ذكراهم وتعبيرهم عن حب هذا الوطن الغالي. جميل، يعني هذا التنوع ما شاء الله أستاذ ماجد اللي بكل تأكيد يعكس الانتماء لهذا الوطن وقيادته، لكن حرصتوا على أنه والله تعطون مساحة للزوار أنهم مثلا يعني يبتكرون بعض الفعاليات، البرامج حتى تلبوها لهم وتوفروها أثناء الفعالية. نعم صحيح، إضافة إلى الجدارية الزوار وجدوا أيضا عروض من السيارات الكلاسيكية وتجربة في ركوب أحدها من الأطفال، أيضا الفود تراك والكافيهات، المشاريع الشبابية الريادية المتميزة حرصنا على وجودها وممشى للأسرة والأطفال والشباب في تجربة يعني وطنية لاقت استحسانهم وحضورهم بحمد الله وتوفيقه. يعني اليوم أنتم تتكاملون مع القطاعات الحكومية اللي بكل تأكيد احتفلت، أنتم تمثلون القطاع الخاص، يعني أثر مثل هذه الفعاليات حتى على الزوار، حتى على المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص؟ ما في شك، واجبنا كقطاع خاص أن نشارك مثل هذه الاحتفالية، ولاقت إقبال كبير من مرتادي المجمع سواء من الأطفال أو من الكبار،
والجهات الحكومية تعاونوا معنا في التنظيم، وكذلك الجهات الأمنية والصحية في تحقيق الإجراءات. بحمد الله كانت ناجحة، وهذا اليوم هو الختام، يعني يؤكد نجاح هذه التجربة والتي نسعد بتكرارها كل عام وإضافة لمسات جديدة في الأعوام القادمة بإذن الله. شكرا لكم، يعطيكم العافية. إذن منى والمتابع الكريم، وقفة مع واحدة من الفعاليات اللي أقيمت ولا تزال بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة هنا في مدينة بريدة، بخلاف طبعا الاحتفالات وأيضا المناسبات الأخرى التي أقيمت في المدينة وأيضا عموم محافظات منطقة القصيم اللي احتفت وأيضا احتفلت بذكرى اليوم الوطني بحزمة من البرامج والفعاليات اللي قدمت لكافة شرائح المجتمع من المواطنين وايضا المقيمين اللي ابتهجوا بكل تاكيد بالذكرى الغاليه. تفضلي منى. شكرا جزيلا لك علي على هذه المداخله، وايضا الشكر موصول لضيفك الكريم الاستاذ ماجد العمري على هذه المداخله، شكرا جزيلا لكما. طيب، اسم موقعا يجمع تضاريس قل نظيرها، فالجبال تحيطها من جانبين وتجري وسطها عيون الماء وتنتعش أشجار النخيل ويحدها شاطئ ليخيل للجائل فيها. مشهد طبيعي تتوازى فيه الجبال الشاهقة مع البحر الأحمر، وما بينهما تجد رمالا ناعمة تستقبل أمواج البحر يزوره السياح من داخل البلاد وخارجها. يقع مضيق وادي طيب اسم الذي يتمتع بأجواء معتدلة إلى الغرب من مركز مقنة على خليج العقبة، إذ يعد واحداً من أبرز الوجهات السياحية في منطقة تبوك. طيب اسم هو مجرى مائي ضيق شديد ارتفاع الحافات خاصة بالقرب من مصبه، ويضم مجراه مجموعة من العيون المائية التي نمت حولها بعض أشجار النخيل. وبالقرب من مصبه في خليج العقبة توجد مجموعة من الآبار ترفدها مجموعة من المجاري المائية، وللوادي قصص وحكايات كثيرة أثارت شجون الملهمين لزيارته، لكن تشكيلته الجيولوجية الفريدة من نوعها جعلته محل اهتمام علماء الأرض وهواة التخييم وتسلق الجبال. يمتد الوادي بطول 30 كيلومتر وبعرض 10 أمتار، يتخلله مسار لتمكين السياح من المرور عبر المضيق بيسر وسهولة، في حين يسعد الزائر عند وصوله الوادي بعليل نسيم الهواء وأصوات الطيور التي تستوطن المكان في منظر يبعث في النفس الاطمئنان والسكون. شهرة طيب اسمه لم تقتصر على مستوى منطقة تبوك أو المناطق المجاورة فحسب، بل تجاوزها ليصل إلى أكثر من ذلك، فأصبح من ضمن اهتمامات الكثير من السياح من خارج المملكة، لا سيما هواة رحلات السفاري والتمتع بليل الوادي الجميلة، حيث السماء الصافية ولمعان النجوم والمناخ المعتدل في الصيف في مكان اجتمعت فيه آيات الجمال الكونية التي تطل ببهائها على خليج العقبة. قلعة مارد الواقعة شمال المملكة تعد من القلاع العربية المهمة تاريخيا في الجزيرة العربية، وتطل هذه القلعة على واحدة من أقدم المستوطنات البشرية وهي دومة الجندل. تعد قلعة مارد في منطقة الجوف شمال السعودية أهم قلاع الجزيرة العربية التاريخية، حيث تطل هذه القلعة على واحدة من أقدم المستوطنات البشرية وهي دومة الجندل التي كانت عاصمة لمماليك وحضارات عربية قديمة. مؤخراً تم إعادة ترميم القلعة وأحيطت بها أماكن ترفيهية تجذب الزوار والسياح. المنطقة ظهرت على مسرح التاريخ المدون في العهد الآشوري،
تحدثت المصادر التاريخية عن أن عددا من الملكات العربيات حكمن الدول التي قامت فيها، وكانت دومة الجندل عاصمة لها. ذكرت المصادر سبعا منهن، مشيرة إلى الملكة سمسي التي وضعت على مستوى واحد مع فرعون مصر وآن أمار السبائي، مما يعطي دلالة على المركز الرفيع الذي تمتعت به ملكات دومة الجندل بقلعتها مارد المنيعة، القلعة التي مثلت سدا منيعا في وجه المستعمرين. وعلى مسرح تاريخ المدن في العهد الأشوري اكتشفت نصوص مكتوبة ومفصلة تتحدث عن قلعة مارد التي تعود إلى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد. تقدم هذه النصوص صورة للعلاقات السياسية بين هذه المنطقة والأجزاء الأخرى من العالم القديم. امرؤ القيس ذكر في معلقته الشهيرة كلا من تيماء ودومة الجندل عندما وصف سيلا أثار الوعول وبث فيها الذعر ودفعها إلى الهرب تطلب النجاة. الجوف اسم يطلق على مدينة دومة الجندل إلى وقت قريب، حيث تمت تسمية المنطقة بكاملها بهذا الاسم، واستعادت دومة الجندل اسمها التاريخي القديم الذي كان يستخدم مرادفاً لاسم الجوف. وتقول المصادر إن مدينة دومة الجندل القديمة وقلعة مارد يرجع تاريخهما إلى أكثر من 2000 عام. أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة وتنحيه عن منصبه. وقال أديب إن التوافق السياسي لتشكيل الحكومة في لبنان لم يعد قائما. وجاء إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف عقب اجتماعه السادس مع رئيس الجمهورية ميشيل عون في قصر بعبدة للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. مباحثات رئيس الوزراء اللبناني المكلف اصطدمت أديب في إطار تشكيل الحكومة بعقبات عدة، كان من أبرزها تمسك الثنائي حزب الله وحركة أمل بتسمية الوزراء في الحكومة، لا سيما وزير المالية. لتسليط الضوء على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت مراسلنا أحمد عياش. مرحبا بك أحمد، بداية أطلعنا إذا تكرمت على أبرز المعوقات التي واجهت رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، أيضا جعلته يعتذر عن تشكيل حكومته. يعني طبعا مساء الخير لك ولجميع مشاهدين تلفزيون المملكة. أعتقد أن الكلمة التي استخدمها في تصريح السيد أديب بعد اعتذاره وقال أن هناك عقبات واجهت تشكيل حكومته، ألا وهي التسييس، بمعنى كان هناك من يدفع الحكومة لتكون مواكبة لموازين القوى السياسية في لبنان. نحن نتحدث عن ميزان وحيد وهو راجح لمصلحة حزب الله، ألا وهو يعني حزب الله الذي يريد حكومة على شاكلة كل الحكومات التي تشكلت في لبنان منذ العام 2005. نحن نتحدث عن العام 2005 قبل 15 عاما عندما خرجت سوريا من لبنان وأصبحت الوصاية الإيرانية الهيمنة الإيرانية بكل معنى الكلمة على هذا البلد. حزب الله للمرة الأولى يعني عندما واجه احتمال ألا يكون في الحكومة من خلال المبادرة الفرنسية. المبادرة الفرنسية تقوم على أساس أن تأتي حكومة خالية من أي تأثير حزبي، يعني تحديدا تأثير حزب الله، وذلك من أجل الذهاب إلى المجتمع الدولي، إلى المجتمع العربي، إلى صندوق النقد الدولي، إلى المؤتمرات التي يمكن أن تقدم العون والمساعدة للبنان. بوجود حزب الله لا يمكن أن يصل أي مساعدة، أن تصل أي مساعدة إلى هذا البلد. هذا الأمر عندما نخرج حزب الله من هذه الحكومة المرتجات والتي لم تتشكل طبعا، معنى ذلك بدأنا مرحلة جديدة من رفع الهيمنة الإيرانية من خلال حزب الله على هذا البلد. لم يستطيع الرئيس دياب، الرئيس المكلف دياب، ولم يستطع الرئيس ماكرون الرئيس الفرنسي بكل ما لديه من قدرة وثقل، وهو يعني يمثل دولة عظمى، عضو بمجلس الأمن ولها هذا النفوذ، لم يستطع الرئيس الفرنسي من دفع
طهران للموافقة على تشكيل مثل هذه الحكومة، فكانت النهاية المأساوية اليوم. أنا أرى هذا يعني أن لبنان ما زال تحت وطأة السيطرة الهيمنة، يعني وبكل معنى الكلمة الهيمنة الإيرانية الفارسية على هذا البلد، مثل ما هيمن على أقطار أخرى في هذه المنطقة. إذا لبنان اليوم دخل مجددا إلى النفق، ولكن هذه المرة دخل وسط مأساة، لأن لبنان الذي كان يتعلق ولو بأهداف، يعني ولو بخيط من الأمل، اليوم هو خالي من أي يعني طموح أو أي أمل، وليس في الأفق من أمل. هذا ما يؤثر ويترك خيبة أمل شديدة. وأنا أعطيك زميلتي الكريمة مثلا، تفضل. في سعر يعني في البورصة اليوم، نحن المؤشر عندنا سعر صرف الدولار الأمريكي. نحن نعلم انهيار الليرة اللبنانية وصل إلى أكثر في السوق السوداء أكثر من 7000 ليرة للدولار الواحد. بالضبط. اليوم وفور إعلان اعتذار الدكتور مصطفى أديب، قفز الدولار حوالي الألف ليرة، يعني أصبح فوق 8000. هذا بداية فقط، هذا يعني انهيار القدرة الشرائية للبنانيين، مزيد من الفقر، الفقر الذي دفع أكثر من نصف الشعب اللبناني إلى تحت خط الفقر، وهذا كله بسبب هذه الهيمنة. نحن رهائن، لبنان رهينة للسطوة الفارسية، للسطوة الإيرانية، ولديه هذه الدولة داخل الدولة التي لا تعترف لا بالمواثيق ولا بالقرارات الدولية. هم يقاتلون من أجل البقاء، هم يقاتلون من أجل إبقاء المشروع والسيطرة والهيمنة، ولكن يأخذون بالضرب، يأخذون بلد بأمه وأبيه بالملايين الذين يسكنون فيه. أنا أرى أن مرحلة خطيرة دخل فيها لبنان اليوم، ويجب أن يكون هذا مدعاة، ليكون هناك فعلا هناك مؤازرة وتدخل دول على أي مستوى الذي كان، أن لا يترك هذا البلد فريسة لهذه الهيمنة، لأن ذلك يعني، ونحن شاهدنا للتو منذ أيام قليلة كيف اندفع بعض الناس إلى القوارب لكي يرحلوا من الشاطئ اللبناني باتجاه أوروبا عبر قبرص. هذه الظاهرة إذا ما ذهبنا إليها مجددا، معنى ذلك أن الألوف من القاتلين في هذه الدولة هم مشروع مهاجرين جدد. ونحن نعلم عندما بدأت الحرب السورية هذه المأساة التي هزت ضمير العالم ككل. بكل تأكيد. تفضل. نعم بكل تأكيد. أكمل. نعم. وأعتقد أن هذه الظاهرة التي كانت محصورة بالسوريين فقط هي ظاهرة ستنتقل إلى اللبنانيين اليوم. عندما يجد المرء أن لا يستطيع تحصيل قوت عياله ويصبح تحت خط الفقر، وهناك الفقر المدقع. عندما نصل إلى هذا المستوى من الدرك، أنا أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى مراحل خطيرة لا نعلم ولا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى مدى خطورتها على هذا البلد. لكن أقول لك وبكل تجرد، الوقع كان وقعا ثقيلا اليوم. نبأ اعتذار الدكتور مصطفى أديب عن إكمال مهمته هي مسألة نفسية قبل أن نتحدث عن معطيات يعني عملية. المسألة النفسية كان وقعها كوقع الصاعقة على اللبنانيين اليوم من خلال ما حصلها، يعني من خلال هذا الحدث. كان هناك أمل، ولكن الأمل لم يتحقق. نحن دعينا زميلتي الكريمة أذكرك أن لبنان لا زال تحت وطأة زلزال انفجار هائل يشبه الانفجار النووي الذي حصل في 4 أغسطس الماضي، عندما دمر هذا الانفجار ثلث العاصمة اللبنانية بعد أن انفجر في مرفأ بيروت. وكل الدلائل تشير إلى أن هناك تورط لإيران من خلال حزب الله بتخزين مواد خطرة جدا في هذا في 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 مرفأ بيروت. كان المسعى الفرنسي هو على الأقل التقاط الفرصة من أجل رفع هذا الضيم عن هذا البلد، تقديم المساعدة العاجلة من خلال هذه الحكومة المرتجات. وأذبي حتى هذا الانفجار الهائل لم يدفع إيران للتراجع قيد أولى عن إمساكها بالورقة اللبنانية مهما كانت النتائج. نعم. المفارقة والسخرية في منذ أيام قليلة نشرت إحدى وسائل الإعلام في إيران. نعم. عن نبأ تقول أنها تساعد لبنان، وكيف تساعد لبنان؟ من خلال تقدير الزجاج بأسعار مشجعة لكي يحل مكان الزجاج المدمر بشكل هائل في لبنان. تخيلي، هذه هي المساعدة. أما
أن تقدم السلاح والصواريخ والإمكانيات من أجل الإمساك بالسلام في هذا البلد وإخراجه من حلبة السلام الدولية والإقليمية والامتثال لشرعية دولية فهذا أمر آخر. إننا فعلا وسط حصار، وسط هيمنة، تحت سيطرة يعني مشروع لم يسبق للبنان في تاريخه القديم حتى أن حصل مثل هذه الهيمنة على مقاديره. نعم. واليوم كان الله بعون اللبنانيين وعون هذا البلد، وهذا الكلام تردد على أسنة كثير من السياسيين اليوم، كان الله بعون لبنان. هذه هي العبارة التي ترددت مليا اليوم. صحيح كان الله، صحيح كان الله بعون الجميع وأيضا اللبنانيين، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال لديكم. أشكرك جزيل الشكر على كل ما قدمته لنا من معلومات وإيضاحات حول هذا الملف. قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في افتتاح المؤتمر الاقتصادي السوداني إن بلاده لابد أن تستغل الفرص داخليا وخارجيا للخروج من أزمة السودان الحالية. أضاف أنه لابد من اغتنام فرصة إمكان إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، مشيرا إلى أن الشعب السوداني يستحق الخروج من الأزمة بعد ما قدمه من تضحيات. وأكد أن المؤتمر وتوصياته سوف تجد كل العناية والتنفيذ. وانطلق اليوم المؤتمر الاقتصادي القومي بالسودان الذي أقرته الحكومة الانتقالية في شهر ديسمبر الماضي لإجراء إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تصحيح مسار الاقتصاد السوداني وتطبيق بعض نصوص بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج المراقبة الذي وقعته الخرطوم مع الصندوق في يونيو الماضي. الآن عدد من الفرص واجبة الاستغلال للخروج مما نحن فيه من أزمات، فمن خلال ما حققناه من سلام يمكننا أن نعمل سويا في كل بقاع السودان من أجل الإصلاح البنيوي للاقتصاد وإصلاح ما أفسده النظام البائد من سياسات أقعدت الاقتصاد. كذلك لدينا فرصة سانحة نعمل لاغتنامها، وهي شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. قالت الأمم المتحدة أن الاشتباكات التي شهدها حي سكني في طرابلس عرضت حياة المدنيين للخطر في العاصمة الليبية، داعية الميليشيات المتقاتلة إلى وقف القتال فوراً. بعثت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شددت أن هذه الاشتباكات المسلحة تؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحة لضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا. وفي وقت سابق كشفت مصادر صحفية أن 2 من ميليشيات طرابلس التابعة لحكومة الوفاق اشتبكت فيما بينها في تجرة فجر الجمعة مستخدمة أسلحة ثقيلة ومتوسطة ودبابات. وتشير الأحداث الأخيرة إلى استمرار الشقاقات بين أقطاب حكومة الوفاق والميليشيات التابعة لها. نشرتنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم من جديد. ذكرت مصادر إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس جديا اتخاذ إجراءات جديدة ضد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن، ومن ضمن هذه الإجراءات إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية. أضافت الإدارة تقوم حاليا بدراسة هذا القرار من ناحية قانونية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أو فرض المزيد من العقوبات عليها. يذكر أن إدارة ترامب قد أجلت تصنيف الحوثيين في وقت سابق لأسباب عدة، من أبرزها خشيته عرقلة وصول المساعدات للمدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها باليمن، بالإضافة إلى إمكانية تعقيد التوصل إلى تسوية سياسية مع الحكومة اليمنية حينها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمريكيين قد لا يعرفون الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر قبل عدة أشهر، وذلك بسبب الخلافات حول بطاقات الاقتراع بالبريد، معززا انتقاده لطريقة يمكن أن يستخدمها نصف الناخبين الأمريكان هذا العام.
وقال خبراء الانتخابات إن الأمر قد يستغرق عدة أيام بعد انتخابات 3 نوفمبر قبل معرفة الفائز، لأن المسؤولين سوف يحتاجون إلى وقت لفرز بطاقات الاقتراع التي تصل بعد يوم الانتخابات. وقال ترامب في حديثه أمام تجمع حاشد بولاية فرجينيا إنه يفضل معرفة ما إذا كان قد فاز أو خسر بسرعة، بدلا من انتظار بطاقات الاقتراع البريدية. بعد 50 يوما من صدور أول مرسوم رئاسي في حقه، بات تطبيق تيك توك قريبا من استحقاق حاسم سوف يحجبه عن منصات التنزيل مساء الأحد في الولايات المتحدة، وسوف يتعذر اعتبارا من غد على المستخدمين الجدد تنزيل التطبيق والمستخدمين الحاليين تحديثه ما لم يصدر قرار قضائي مخالف. ويتهم الرئيس دونالد ترامب منذ أشهر التطبيق المملوك لشركة صينية بالتجسس لحساب بكين من خلال جمع بيانات مستخدميه. ووصف ترامب التطبيق في مرسوم صدر في 6 أغسطس بأنه خطر على الأمن القومي، معلنا حذر نشاطه في الولايات المتحدة. اعتقلت الشرطة الفرنسية مشتبه فيه جديد في هجوم باريس الذي وقع الجمعة أمام مقر صحيفة تشارلي إبدو القديم. وأوضحت مصادر إعلامية أن الشخص المعتقل كان يسكن سابقا مع منفذ الهجوم، وقد وضع في الحبس على ذمة التحقيق. بذلك يرتفع عدد المعتقلين إلى 7 أشخاص من بينهم المشتبه فيه الرئيسي الذي ألقت الشرطة القبض عليه بعد الهجوم. وقد أسفر الهجوم أمام مقر صحيفة تشارلي عن سقوط جريحين، وصفت مصادر طبية فرنسية حالتهما بأنها خطرة. أصدرت ألمانيا بيانا عاجلا بشأن إيران لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالنيابة عن 47 دولة. جاء في هذا البيان أن هذه الدول ما زالت تشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران. وأضاف البيان أن التقارير الموثوقة عن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة وممارسات التعذيب وسوء معاملة المعتقلين تثير القلق بشكل خاص. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد استدعت هذا الأسبوع السفير الإيراني في باريس احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في إيران، وألمحت إلى مخاوف بشأن ما تصفه باريس بانتهاكات إيران الخطيرة والمستمرة لملف انتهاكات حقوق الإنسان. للمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي. مرحبا بك أستاذي الكريم. تواصل للتنديد الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من وجهة نظر سياسية كيف يمكن أن نصف هذا التحرك الألماني الأخير؟ مساء الخير أستاذ منى لكم مشاهدك الكرام. واضح أن هناك وعي أوروبي متزايد بدأنا نلمسه حقيقة من خلال الموقف الألماني والموقف الفرنسي الذي أيضا صدر الليلة الماضية وإن كان على استحياء، لكن واضح أن القارة العجوز بدأت تلتفت بالفعل إلى الانتهاكات الصارخة والصادمة لحقوق الإنسان لدى نظام الملالي في طهران. المتتبع لسلوك هذا النظام حقيقة ومنذ قيام الثورة الإيرانية وحتى اليوم، والإعدامات تتواصل في جميع الميادين والمدن الإيرانية. هناك أحد الدراسات أشارت إلى أن كل 4 أيام هناك 3 حالات إعدام، لتتصدر إيران قائمة الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان. على سبيل المثال في عام 1988 فقط خلال 6 أشهر أعدم ما لا يقل عن 7000 شخص، جميعهم من ما كان يعرف ب أنصار مجاهدي خلق وهي منظمة معارضة للنظام الإيراني. ولا يزال هذا النظام حقيقة يواصل انتهاكاته بسحل المتظاهرين في الشوارع، تكميم الأفواه، الاعتقالات، بل والأدهى والأمر استخدام القضاء كوسيلة لتصفية الخصوم
وسيلة لتصفية المعارضين. ونحن نعلم أن القضاء كان يفترض به أن يكون محايدا أو نزيها، لكن النظام طوع القضاء ليكون أداة لقتل المواطن الإيراني ولقتل كل معارضيه. فلذلك هذا النظام لا يزال يواصل انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، مع أننا نأمل من أوروبا المزيد من المواقف الشجاعة والقوية ضد هذا النظام، وأن تتخلص من المواقف الرمادية التي كانت ولا تزال تلوذ بها على لأجل المحافظة على ما اسمته باتفاق 5+1، وهو حقيقة سياسة الاحتواء التي ثبت فشلها. وأعيد التذكير حقيقة بما أكده سيدي خادم الحرمين الشريفين في كلمته الشهيرة أمام جمعية العامة المتحدة أمس الأول، عندما أكد أن سياسة الاحتواء لم تعد تجدي مع هذا النظام العدواني العبثي، وأنه لا بد من حل من المجتمع الدولي يجتث كل سلوك هذا النظام ليعيش المجتمع الدولي في أمن وسلام. نعم، ما الذي ينتظر أن يثمر عنه بعد صدور هذا البيان الذي يأتي وفق تكتل الدولي وأيضا بقيادة بعض الدول التي شهدت مواقفها تغيير واضح في إزاء الانتهاكات الإيرانية مؤخرا؟ اليوم من يشاهد سلوك الدول الأوروبية تحديدا بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، بالفعل هناك نوع من التطور أو الضغوط على الأقل من الجاليات التي تعيش داخل هذه الدول، وأصبحت في موقف حرج عندما نرى بعض الشركات الكبرى التي خرجت من إيران في الوقت الذي لا تزال تحافظ بعض العواصم السياسية على البقاء على تواصل مع هذا النظام، بمعنى أن معظم الشركات صارت أكثر تعقل من هؤلاء أساسا. نأمل أن تتطور المواقف السياسية أكثر جدية وأكثر حزم، أولا لإنقاذ المواطن الإيراني المغلوب على أمر الذي جثم هذا النظام على صدره منذ عام 1979، ثم أيضا لإنقاذ البشرية جمعاء من براثن هذا النظام الإرهابي الذي وصل هذا من شرق آسيا إلى أمريكا الجنوبية غربا مرورا بكل الدول العربية، ولا يزال حقيقة يستهدف بشكل سافر الدول العربية والدم العربي والمواطن العربي، مواصلا عملية التوسع والسيطرة على عدد من الدول العربية. ولولا الوقفة الصلبة والشجاعة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية ضد هذا النظام لرأيناه قد اتهم عدد من الدول العربية، لكن المشروع الذي تقود المملكة لتقوية أواصر الأمن القومي العربي نجح في قطع هذه اليد الإيرانية، وهي حقيقة بالتنسيق مع الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال العقوبات الأمريكية نجحنا أيضا في الضغط على عنق هذا النظام والذي دخل مرحلة الانحدار الاقتصادي. ونأمل أن يكون هذا الضغط السياسي من القارة الأوروبية وإن كان متأخرا، نأمل أن يكون أداة ضغط جديدة على النظام في سبيل إعادة أمن واستقرار المنطقة بشكل عام. نتمنى ذلك. شكرا جزيلا لك أستاذي الكريم مبارك العاتي المحلل السياسي والكاتب، شكرا على هذه المداخلة. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة. تذكير بأهم العناوين: خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده. رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعتذر عن مهمة لتشكيل الحكومة. ونيابة عن 47 دولة بيان ألماني يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وصلنا إلى الختام، تحية طيبة، السلام عليكم.